هذوما 12 مليون كأول شهرين. 12 مليون؟ اي هي شنو الخدمة؟ تو نقول لك، اما مش توا، اما عندي شرط بركة. اللي هو ريت هذي تتمني كعرجال في بالها باية، ما في بالي بحتى شيء. المسخة هذي خطيبتك انت وخطيبتي هنا فرد وقت، وقاعدة تعدي في وقاية علينا الزوز. وكان ماكش مصدق، فرج في تصور فيونساي متاعنا. وكيما قلتلك باش تدخل تخدم معانا، عندي ليك شرط. اللي هو انك تقتل المسخة هذي. ليه؟ نحب نسألك، علاش عملت هيك؟ على خاطر الفلوس؟ صبرني يا عجبون، صبرني. انت كنت معايا راجل ومشيت خطبتني، حبيتك بالحق، حبيتك برشا. من 5 سنين وإحنا مخطوبين، شوف ظروفك كيفاش، ما عندنا وين نوصلوا. جبتش نحكي لك على خالد، اما يا مسخره ديال ما عندي سلاح. ايه ايدك حطي.
يا مسخ خليه مازال طويل ولا ما فيها خسيف عليك خلك رويح طلع عبارة جيش تخطر فيهم هلا زميل هلا بيك زميل شو عنده زي؟ المزرعة هذي خدت إلا رويح خدت ثلاثة رويح خدت ثلاثة رويح ومازال الرجل مش فيها خبرة ثلاثة رويح زميل؟ هاي مش فيها خبرة يا مازال الليلة طويل تنفع يقوى إيه بحثت ولا مازلت؟ مازال ما تحطوش سكر فمك يا سخ انتي وين؟ انتي بالكش بروحك شو عملت؟ شو عملت؟ انتي خاطر ثلاثة رويح ثلاثة رويح؟ يا جاكي لك تعرفني يا راك يا انا متعطي ثلاثة رويح؟ يا ماني خاطر سكر فمك زميل ويا اسمعني هبطوا للجيور عطي هاي موضوع ياكل بعد يقول يا زكي يا زكي راني خوك يا زكي مريم انتي رقدتي مزيان تمام جا صباح الورد عزيزتي صباح الخير بابا قلت بخير نحن التفاحه نح لا عالصباح هذا علي كيفاش اليوم كنت نبدل الجو اي بالطبيعه انا باش نخرج مريم جا افطر خلي على راحتها خلي اليوم لازم نخرجوا انا باش مخرجناهاش ولازم نخرجوا بيان سور لازم نخرجوا نورمال تسرقني؟ اشتحت شكون سرق من الفلوس اللي لهنا؟ سرقتوني مالا شكون هزها؟ نورمال؟ زيد نسيت روحك كيفاش كنت قبل؟ الصيغة اللي جبتها لك قد ما تخدم عمرك ما توصل داخل كيفها؟ ايه يا ابو والله
ماش وريني وجهك، قوم البس دبش، قوم البس دبش. شكون زاد اللي يطلب فيك كيف؟ جبرات كيف ما يسجل جبرات يدير الكعب وكوا. عجبوني مالا؟ شكون عجبوني؟ خطيبي ان خطيبي دو. ها؟ تحب تروح مالا؟ انت تروح، اخرج من قدامي، اخرج من قدامي. Questi soggetti devono morire con la pancia piena. Ma ci sono ancora delle tracce, sì, alcuni. E anche a questo ci ho pensato. Ciao a tutti. أشرف كوميسار معايا؟ تفضل مرحبا. نجم نعرف شكون معايا؟ مش مهم شكون أنا، عندي ليك تسجيل كاميرا دو سيرفيونس تاع جريمة كاملة. ماذا بيا لو كان نتقابلو، هكاك نعطيهولك. إي، وين تحب نتقابل؟ أنا توا بعيد شوية، سويعة ونبعثلك إس إم إس نتاع لوكاليزاسيون، هكاك تجيني ونتقابلو. واضح. وماذا بيا وحدك؟ مري كلام. الأخير عصبيح. اسمعني عزيزتي، عندي شوية خدمة لازمني أوبليغاتوار غادي. شنو لازمني بنتك سامحني؟ نهار راحتك راهو اليوم. تنخرجوا تنعاودها لكم. اسمعني شنو معناش فيك باي معناها احنا؟ مش كيسيان ما عندكش فيا باي. ظروف لازمني نخرج أوبليغاتوار. ديما ظروف عاد. ياك عزيزتي عاد ما صعبوهاش. سهل لي شوية تعرف خدمة وهذيك هي. الله غالب. كيسو تشادة؟ Vai giù che ci sta Bashir, ti spiega tutto lui. Mi ha detto una cosa خليك. قدر تربي نحاول ما نفتش عليك ماكسيما. لا على نخرج ولا شيء. اما صدقني لازمني نخرج. سامحني. شنو الحكاية؟ الحكاية دوسي تاع جوز مسافر 24 ساعة. يعني حكاية التسجيل تاع الكاميرا تاع السيرفيونس ما فهمش منها. حتى لو تهديد هذا. خلينا ما ندورش. زيد هيك. رب.
ما تحركش. الو خويا اللي جبت هي واحدة. هذه مشكلة كبيرة وتعديت. المرة الجاية كل واحد فيكم يخمم باش يوصل يخبي عليه أي حاجة ويدخل الخدمة ما بين حياته الشخصية، هذا شنو اللي صار لخالد يصير عليكم الناس الكل. متفاهمين؟ واضح. والسبتور متاع خالد يشدوا بشير. ولا شيء. انتي خممت حتى فيك انتي، خممتش خدمتك الله برشا وعجبوني، خممت حتى فيك انتي. وذو ما سوش شادي كده متاع بشير بشير بك انتي. انا بخطر منك حاجة عبارك نقص مصاريات ونقص فرعارك، تحبك تعمل اسم في البوطية تزيدي والا داكوردو والا جميل. احنا نسين نطاف عبيد نطاف سيما شاكل شوي فضل. Come on.